قول له بتبص فيها ليه يا استاذ؟ انا عاوز اكلمها شويه. كلم مين؟ الاخت صاحبه الشعور دي. وقعد يقول لها يا ما تسرحتي، يا ما تسفسبتي، يا ما حطيتك لونيه، يا ما ابدعت في وشك، يا ما جملت نفسك، لكن سلكت في طريق لا تعودي ايه منه. عشان كده احنا عايزين الجمال الايه، الجمال الروحاني، يا اللي بتدور على الناس بيقولي عليك ايه، يا اللي بتدور الناس والمجتمع بيقول عليك ايه، يا اللي بتدور على الناس في الكنيسة بيقولوا عليك ايه. اسلكي في طريق ولا تعودي منها، مش هينفعك لناس ولا جار ولا قريب ولا حبيب ولا رفيق ولا عشيق ولا زاني ولا مثمر ولا انسان في الوجود، محدش هينفع حد. اسلك في طريق ولا ايه ولا اعود منها. لما هتروح هناك يا رحلة، رحلة جميلة، رحلة حلوة. انا عايز اقول لك ايه، سلام، سلام لنعمة الله اللي ربنا بيديها لنا. زمان واحنا صغيرين كده لما كنا بنطلع رحلة ونركب العربية ونقول يا سواق يا شاطر ودينا القناطر، فاكرين الحكاية دي؟ حقيقي. فكان معانا انكل حلو كده، قال ايه رأيكم يا اولاد لو يجي بابا يسوع دلوقتي ويقوم القسطة ده ويركب هو الاتوبيس ويودينا السماء، مش تبقى رحلة حلوة؟ واحنا قال هين هيس، ايوه عايزين نروح السماء. ما عاد شيء في الدنيا عاوزني، ده حبيبي بشخصه ايه ملززني، وانا مسافر على فين؟ على السماء. دوري على السماء يا ستي، دوري على السماء يا اللي بتدوري بالمجد الباطل، دوري على السماء يا سيدي يا اللي بتدور على الفلوس، دوري على السماء يا حبيبي يا اللي بتدور على العالم، دوري على السماء يا ستي اللي بتدوري على مزاجك وعلى دنيتك وعلى علمك. وايه بتدوري على ايه؟ دي رحلة مضت سنون قليلة لا ايه لا اعود منها. ايه حكاية الرحلة دي؟ ده نتكلم فيها بدي مع بعض واحنا في بداية صوم الست العذراء، عشان نعرف ان الدنيا دي عالم يفنى ويزول ويمضي العالم وكل ما فيه. علشان كده اقول لك دي الرحلة دي ايه؟ رحلة حتمية ورحلة فردية ورحلة قريبة دانية ورحلة مصيرية ورحلة تتطلب إجراءات لها خطورة في الأهمية. ناخدهم واحدة واحدة. رحلة حتمية يعني ايه؟ انا عايز اعيش دنيتي، مش عايز اطلع الرحلة دي، مش بمزاجك، لا دي زي الجيش بالنسبة للشباب، لازم تطلع الرحلة. مين فينا مش هيطلع الرحلة؟ مش بمزاجك يا عمي، لازم. هقول لك على حاجة، هو انت قبل ما تنزل الدنيا كانوا دخلوا بطن والدتك وقالوا لك تحب تنزل تتولد في الصعيد ولا تتولد في مصر ولا تتولد في فرنسا؟ لا، دي حاجة مش بمزاجك، زي ما نزلت الدنيا. عشان كده يسموها مسقط الرأس. يقول لك مسقط رأسك فين؟ عارفين ليه مسقط رأس؟ الإنسان لما بيتولد من بطنه بينزل براسه، فيعني راسه نزلت فين حتة؟ مسقط راسك فين حتة؟ برضو لما تيجي الرحلة دي تطلع الرحلة، مش هيقولوا لك بعد إذنك تحب تسافر؟ ما أنت مسافر، ما أنت مسافر. رحلة حتمية يعني إيه؟ يعني لازم تسافر. إذا مضت سنون في قليلة أسلك في طريق لا أعود منها، مش بمزاجي، ما أقدرش أقول لا، ما أقدرش أقول اعفوني، لكن لازم أطلع الرحلة دي. علشان كده أقول لك اللي لادي، يقول الكتاب أي إنسان يحيا ولا إيه ولا يرى الموت، هتموتي، لازم تطلع من الدنيا، بس اطلع معاكي وثيقة شرف. هتطلع من الدنيا، اطلع معاكي وثيقة طهارة وعفة، اطلع ما تكونيش خاينة لعهد الروح القدس اللي فيكي، ما تكونيش خاينة للكنيسة اللي بتدخليها عن عدم استحقاق. اطلع من الدنيا وربنا يقول لك مستحق وعادل، فلان كنت امين في القليل
تعال يا حبيبي اقيمك على الايه، على الكثير. ادخل الى ايه؟ الى فرح سيدك. انا عايزك تدخل المجد، تدخل المجد معاك وتريح لحد مين؟ لازم هتسافر. مين عندنا؟ مين اتولد وما ماتش؟ مين دخل الدنيا؟ يا سلام، تعالوا اسألوا الفراعنة اللي بنوا الأهرام فين هم؟ القياصرة، يا سلام، ده في ملك من ملوك انجلترا. قال لهم لا لا، أموت؟ مش هموت. أنا الملك لويس الرابع أموت؟ مش ممكن. طيب ما تسألش يا حضرة الملك، ده قانون بتاع ربنا. قال لهم بصوا، اعملوا لي الأوضة، المدفن بتاعي الجوانب بتاعته إزاز، وركبوا لي في الأوضة تليفون، وادوا النمرة لكل الشعب عشان أنا بعد ما أموت هرد على التليفون. طيب يا عم، ركبوا له التوصيلة وحطوا له كرسي بتاع العرش، وجه في يوم وصاحبنا مات وقعدوه على الكرسي وقفلوا عليه باب الرحمة بعد عام، والناس بقى يتفرجوا، التليفون يرن وصاحب الجلالة إيه مش دريان. شوية بدأت تطلع الريحة بتاعته، شوية راسه اتدلدلت، شوية الغضاريف اللي في مناخيره اتاكلت، التاج وقع. بعد اسبوع لقوا الجمجمة بتاعته وقعت واتكحرتت فين؟ في ركن من اركان الأوضة. ادي الملك اللي بيقول مش ايه، لكن اشكر الله بنعمة الله الغنية انك هتطلع رحلة، وابوك وعدك وعد ووعده صادق وامين. فلان ما تخافش، انا حي وانتم ايه؟ ستحيون. من آمن بي ولو مات فسيحيا. اشكر الله يا اخي، كانت رحلة حتمية لكن ابوك عمل لك امتداد. ايه رأيك في اله زي الهك يا نصراني؟ رحلة حتمية. عجبني داود النبي لما كان ابنه عيان قعد يصلي، يا رب يا رب انت عارف، انت عارف يا رب، انا يعني الواد ده غالي عندي قوي. خلع التاج الملك وخلع البدله الملكيه ولبس المسوح وقعد وغطى وشه بالتراب ويعيط داود. فدخل له واحد من الحرس قال له سيدي داود، قال له قول يا ابني. قال له الحقيقه مش عارف اقول لك ايه، نفذ الامر من عند مين؟ من عند الرب. قال له يعني ايه؟ ابني مات، ابني مات. قال له عفوا، اتقطع لساني، مش قادر اقولها يا سيد الملك، مش قادر اقولها. فوقف داود واتمطع كده، قال له هات البدله الملكيه وعايز اكل لان انا جعان ليا اسبوع ما اكلتش. الحرس بتاع داود قال يا سلام، الراجل مخه ايه؟ ضرب في حد يقولوا له ابنك مات يقول لهم هاتوا لي البدله وهاتوا لي اكل؟ الراجل مخه ضرب. فقال لهم بتستغربوا كده ليه؟ جيل المسيح، يا مسيحي خليك مسيحي، مش اقول لك اكتر من كده، خليك مسيحي. يا مسيحية احترم الصليب اللي على ايدك، احترم الصليب اللي على صدرك، ده انت في رحلة، في رحلة ورحلة حتمية، ده انت سايبة الدنيا. روحي ومعاكي امينة في القليل ليقيمك الله على الكثير. عايز اقول لك مرة، ناس عندهم عيل مات، فراحوا الواحد حكيم قالوا نعمل ايه؟ ليه ربنا بيجربنا احنا؟ اشمعنا احنا يعني؟ اشمعنا احنا؟ انا ليه الموت يجي عندنا احنا؟ ده قبل كده خد الواد الفلاني والواد الفلاني، هو الموت ده كاتب معانا كنتراته يعني كل معين؟ انا هجيب لكم حل، انا مستعد اديكم وصفه، الوصفه دي تمنع عن بيتكم دخول الموت. حلو خالص، ربنا يبارك لك. ايوه كده، حوش الكابوس ده عبيته، مش عايزين حد يموت تاني. طيب بس ليه طلع صغير؟ خير يا حضرة الحكيم؟ قال لهم روحوا هاتوا لي معلقة ملح من بيت الموت ما دخلوش. شوفوا لي بيت يكون في البيت ده ما فيهوش حد ايه مات. قعدوا يدوروا بدري ووتري شرق وغرب، اللي مات ابوه واللي مات ابوه مات سيده، مات سيده مات عمه، مات عم ابوه في بيت الموت. يا جماعه في حد في الدنيا الموت محوتش عليه؟
فرجعوا قالوا له يا حضرة الحكيم ما لقناش ولا ميت. قال لهم مش معنى انتوا يعني ده زي الملح، انتم ملح الارض، اذا مضت سنون قليلة اسلك في طريق ولا اعود ايه ولا اعود منها، ومن لم يمد بالسيف مات بايه. في قصة معروفة في لبنان في بيروت عن حتمية الموت، انها رحلة ايه؟ رحلة ايه يا جماعة؟ حتمية، حتمية، رحلة ضرورية. ايه الحكاية؟ قالوا كان في ولد من لعيبة الكورة دول، لعيبة الكورة طبعا بيبرتعوا زي الحصنة، زي الواحد منهم الكورة تجري كده تلاقيهم يجروا زي الحصنة كده شمال ويمين وعمالين لعيب كورة بقى رياضي. أمه حلمت إن ابنها مات وكان عنده ماتش لازم يسافر له بالطيارة مع الفريق. فاللي حصل إن أمه صحيت قالت له يا ابني، مسكت فيه وقعدت تعيط، اعمل معروف ما تسافرش، انا قلبي متاخد وحلمانه، وانت عارف امك لما بتحلم حلمها ايه؟ ما بينزلش، اعمل معروف يا ولد، ابوس رجلك، ده اخر طلب تطلبه امك في حياتك، اعمل مش هطلب منك عمري تاني، طلب واحد يا ابني. يما ده المدرب يقول عليا ايه؟ قلت له اعتذر له يا ابني باي اعتذار. المهم ضرب تليفون للكابتن او للمدرب قال له معلش انا بعتذر ودي ظروف صحيه ومعلش. قال له خلاص، وتخلف الكابتن قال له خلاص تقعدي كده عطلتني عن الماتش، انا هدخل ايه انام يلا اريح نفسي من التدريب الشاق اللي انا واخده الاسبوع ده عشان الماتش، ويا ريت رحت عملته. قلت له روح يا ابني. طب طب روح يا ابني ربنا يخليك ليا. وقعدت وشويه جه ميعاد الطياره والطياره طلعت وجوم الجيران خبطوا عليها مش عارفين نقول لك ايه يا ست ام فلان، الحق مكان بودنا ان شاء الله هي سليمه. قلت لهم هي ايه اللي سليمه؟ اصلي الفريق لما كان رايح يلعب النهارده جرى ايه؟ الطياره حصل فيها عطل في المحركات والطياره وقعت، بس مش كل اللعيبه ماتوا، ان شاء الله فلان ابنك هيكون من ضمن الذين ايه؟ نجوا. قلت لهم يا سلام أشكرك يا رب، عشان تعرفوا قلب الأم عمره ما إيه ما يخيب. الحمد لله. هقول لكم على حاجة يا جماعة، أنتوا جايين تعزوني متشكر هنوني على إيه؟ أنا حشت ابني النهاردة ما يسافرش الماتش ده، وابني جوه، وعشان تتأكدوا أنا هخش أصحيه لكم يسلم عليه بنفسيكم. ودخلت يا كابتن يا حبيبي يا فلان، وتقلب فيه مين؟ تقلب فيه شمال، راسه بتتطوح زي السمكه الميته. ايه ده فلان؟ الحقوني، تعالوا صحوه. ما ماتش في الطياره، مات على السرير، لانها قدنت الساعه وقد عينت اجله فلا يتجاوزه، لان الرحله رحله حتميه اذا اتت. خلاص مش جت الساعه يا جماعه، انها رحله حتميه، واذا مضت سنون قليله أسلك في طريق من يقدر يمنع الموت. رحلة إيه؟ رحلة حتمية، رحلة حتمية. في سفر التكوين أصحاح 5 أنا بسميه أصحاح المعمرين، يقول لك وعاش فلان 960 سنة وعاش فلان 935 سنة وعاش، يعني في منهم ما تشالح عاش 965 سنة، يعني لو عاش كمان 35 سنة تاني كان يبقى ايه؟ كان يبقى عاش 1000 سنة. في حد حلو؟ لا مش حلو، اصل في كلمة بتقطم ظهر الواحد كل ما يقرأ واحد فيهم، يقول لك وعاش ما تشالح كام؟ 969 سنة وايه؟ ومات. ياه ما بلاش الكلمة دي، وعاش 1930 ومات، كله وعاش ومات، كله مات. اصلها رحلة ايه؟ اصلها حتمية، هتطول هتقصر هي رحلة ايه؟ رحلة حتمية. ياللي مش عامل حساب للرحلة الحتمية هيجي وقت يا ستي هي رحلة حتمية. قدم لربنا بخور عطر من جسدك ومن فكرك ومن قلبك، ماذا قدمت لله وماذا قدمت لله؟ انها رحلة ايه؟ حتمية، أسلك في طريق لا أعود منها. حاجة تانية، رحلة مش حتمية وبس، فردية، يعني ممكن نعمل رحلة هنا
نطلع اتوبيسات مش كده برضو؟ لكن الرحلة دي كل واحد بايه؟ بروح. تبقى قاعد وسط 100 واحد تضرب الارض تطلع مية يقول لك عليك الدور اطلع الرحلة. بس انا ما لحقتش اخلف، بس انا ما لحقتش اكمل 30 سنة، بس انا ما لحقتش افرح بولادي. خلصت الرحلة يا سيد، خلصت الرحلة. اسلك في طريق ولا اعود ايه منها. اصلها رحلة، بس رحلة فردية. يعني ايه رحلة فردية؟ اسنان تطحنان على الرحم، تؤخذ الواحدة وتترك الايه وتترك الاخرى. امال ايه؟ اظن يعني لما ندور بقى في الحب مفيش حد حب مراته قد ابراهيم. يا سارة وسراي وايام جميلة ورحلة جميلة، رحلة رائعة، رحلة جهاد. لكن ايه رأيكم عند المكفيلة لما ماتت سارة؟ تعرفوا الكلمة اللي قالها ابراهيم؟ ما قالش ادفنوا حبيبتي من قدامي، ادفنوا مراتي من قدامي، ادفنوا شريكة عمري. ما خلاص، اصل رحلة فردية. ما ماتت سارة، قال ادفنوا ميتي، شيلوها من قدامي. ليه؟ خلاص بقى، بدل ما تتبهدل وريحتها تطلع، وزي ما بنقول كرامه الميت ايه؟ دفنوا، ادفنوا ميتي من امامي. فلا، انت ليه غيرها يا ابراهيم؟ دي حبيبتك، دي شريكه عمرك. لكن الرحله رحله فرديه. ايه رايكم؟ بيقولوا ما جمعه الله، لا ايه؟ لكن ايه رايكم؟ ما جمعه الله بيفرقوا حاجتين، بالحياه يفرقوا الزنا، ومن غير الحياه يفرقوا الموت. ما جمعه الله يفرقوا الموت. بيفرقوا ولا لا؟ الواحده جوزها بيتاخد منها ولا لا؟ والواحد مراته بتتاخد منه ولا لا؟ مش ده اللي بيحصل، لانها رحله ايه؟ رحله فرديه. يا سلام. كان لي اخ كان مات غرقان، ولما اتأخر في المية 4 أيام 5 ما عرفناش مكانه فين قبل ما نلاقيه. أمي كانت قاعدة قدام البيت، حاولوا يدخلوها جوه البيت، عادات الصعايدة بقى. قالت ما اخشش إلا ما تجيبولي ابني وأشوفه بعيني. فأنا طبعا كنت سافرت وكانت معايا مراتي، وأنا لقيت أمي بتعيط وكارثة. أخويا 22 سنة وشاب ومات غرقان، المركب اتقلب بيه هو وزمايله. لكن بديت أسمع أمي تقول وقعت ازاي يا ابني؟ اتقلب بيك المركب ازاي يا حبيبي؟ طب ما حدش سمى عليك؟ طب ما حدش قال لك اسم الله يا حبيبي؟ طب لما نزلت وعينيه غمضت رشبتش الصليب وانت بتموت يا حبيبي؟ وقعدت الام، لكن مين يسمع ومين ينقذ؟ لان الرحله رحله ايه؟ فرديه. صدقوني لساعتها لا ام ولا اخ ولا ابن ولا حد يقدر يحوش التاني. بيبقوا على السرير الواحد، بيتاخد الواحد ويتساب التاني. بيحصل ولا لا؟ ده انا اقول لكم حاجة اصعب، ده في عيلة من العائلات، لانها رحلة فردية. الرحلة دي بعتوا لفلان قال له احضر اخوك يحتضنك. فراح اخوك ده غالي مربيه، كان صغير وسابه يتيم واخوه رباه، فعايز يعني عرفانا بجميل اخوك كبير. فراح حبيبي يا اخويا، حبيبي يا غالي، راح واقع على اخوه وطالت النوم على اخوه. الراجل تعبان، شيلوه من فوقيه، مش المحبه مش كده. بيقلبوا لقوا السليم مات فوق العيان اللي بيطلع في الروح. اصلها رحله ايه؟ فرديه. ومين قبل مين؟ مين قبل مين؟ محدش عارف، محدش عارف. انها رحله ايه؟ فرديه. اذا مضت سنون قليله اسلك في طريق ولا ايه؟ ولا اعود منها. اعمل حساب الرحلة، اعمل حساب الرحلة يا ستي، اعمل حساب الرحلة، لان العالم يفنى ويزول. اعمل حساب الرحلة. اللي بيضحكوا في وشك النهاردة، اللي بيطبطبوا عليكي، عملاء الخطية وعملاء الاسم، هيودوكي جهنم. تمضي السنون ورحلة وتروحي جهنم، عمرك ما هتطلعي منها. ان مضت سنون قليلة اسلك في طريق ولا ايه ولا اعود منها. عايز اقول لك انها رحلة قريبة دانية. يعني ايه قريبة دانية؟
يعني الموت مش بعيد، الرحلة تخلص يا عالم دلوقتي، ممكن دلوقتي، بعد ساعة ممكن، قبل ما اخرج من الكنيسة ممكن. صدقوني مرة واحد شحات واقف على باب بنك، طبعا اللي داخل البنك واللي طالع من البنك معاه فلوس طبعا، يعني فيش حد داخل البنك يقول الدنيا 5 جنيه سلف، يعني داخل يا ما يحط فلوس يا ما داخل ايه يسحب فلوس، فاللي داخل واللي طالع اكيد في فلوس. الراجل واقف لقى واحد ماسك شنطة، طب مش معقول واخد مثلا ربطتين ملوخية ولا بجنيه عيش حطه في شنطة وداخل بيه البنك، شنطة مليانة وشنطة محترمة يبقى فيها ايه فلوس، وداخل البنك لقى صاحبنا الشحات الرزق ده مسكه من كم الجاكيت، اديني حاجة يا بيه، اديني حاجة يا بيه تتكتب لك في السماء، شيل ايدك ما توسخش جاكيت، شيل ايدك ده انت شحات رزق، استنى وانا طالع اكون فكيت يا بيه، ما فطرتش اعمل معروف راح مسك تاني يا بيه، راح قوته برجله كده وقومه في الارض، انت شحات رزق، وراح دخل البنك متنرفز طبعا السيجارة ابوه، ايه مالك يا سعادة البيه، ابدا الراجل شحات رزق، على باب البنك قابلني مدير البنك، هنشوف الراجل الشحات ده كده مشوه بعيد على البنك كده ما تجيبوش شبكه العملاء بتوعنا يطفشوا. المهم دخل الراجل حط الفلوس ورتب بتاعه وطلب البنك، لقى ايه زحمه قدام البنك، ايه الحكايه في ايه؟ قالوا ده في واحد مات، بيبص كده لقى الشحات الرزل مات، فبكى الراجل قال يا خساره، كان ممكن في اللحظات دي اكون عملت حسنه تكون سفره ايه فوريه، لكن مش مضمونه الدنيا. الغني بكى على الايه على الشحات، خد بالك لان الرحله قريبه دانيه. رحت اوعظ مره في بلد اسمها فرشوت في محافظه قنا، فهناك ابونا يعني راجل حلو كده كان زميلي ابونا يونس، كنت قال لي تحب تتفرج على البلد، قلت له خير وبركه يا ابونا، احنا يعني ما تفرجش ليه على البلد، قال انزل معاك، قلت له ابعت معايا اي شاب، هي اصلا فرشوت يعني دي كلها يعني نص شارع الثلاثيني كده ولا يعني ابو هريره كده على الواحد يرجع، مش شاب دراعي في دراعه وبنتمشى بيقول لي ده هنا هيفتحوا سوق يعني بجاله ما يعرفوش السوبر ماركت جاز يكونوا تقدموا دلوقتي، وهنا ده خياط بيفصل هدوم، فاكرني انا جاي من اوروبا بقى يعني بيشرح لي معالم ببلد في الصعيد، ده انا صعيدي، وهنا ده الراجل ده بيبيع قلل وماشي ثلاجات صعيدي يعني، المهم وهنا ما اعرفش ماشي. شو لقيت شاب كده ابونا، قلت له قال لي عندي مشكله ممكن تحلها لي، قلت له يا ابني ربنا هو ايه حلال المشاكل، ايه مشكلتك؟ خدني بعيد عن الاخ ده، قال لي عندي ستي بتطلع في الروح ليها 15 تجيش تصلي لها صلاه كده وانا عايز اتجوز، صلي لها صلوه كده من اللي ايه تزق الزقه كده عشان ايه نخلص من العمليه دي، عايز ليكي الحلاوه. فدخلت البيت تقيد بتاعه كده، صدقوني مش جلد على عظم، عظم على عظم، مكس الجلد مكرمش كده، بصيت في الست كده لا باين فيها عينين ولا باين فيها عينيها، داخله لجوه عامله ايه يا تيتا؟ تيتا بتقولي الحمد لله، طيب الحمد لله لسه فيها نفس اهو الحمد لله، وقفت اصلي قلت يا رب يا رب انت عارف الخير فين يا رب، وما يحسن في عينيك افعل واحنا بين ايديك، يا اب يخاف علينا وحنان روحك حوالينا، انا مش عارف اقول لك ايه، انت اللي تتصرف بقى، ان كان موتها للخير خليها يلا تتكل، وان كان حياتها للخير يلا مد في عمرها زي اللي مد في عمره 14 سنة ده. حبيبي ربنا يديك نعمة وصليت ودنت ماشي. تاني يوم قبل الوعظة جاني الشاب قال يا ابونا تحب تتمشى؟ زي ما قلت لي نتمشى يا ابني، احنا يعني هتقعدوني في أوضة 24 ساعة، حطيت دراعي في دراع الواد ده وعند البيت ده ولقيت لك جنازة، قلت يا ساتر على النفاق بتاع الكذب، شوف الناس كدابين، شوف شوف لما الست ماتت امبارح كانوا بيقولوا صلي لها عشان ايه تتاكل على الله، النهارده عامل لها جنازه حاميه، يا ساتر على النفاق، الناس بوشين، الناس امبارح بلون والنهارده بلون، شايف مش كان قدامك يا ابني؟ قال لي كان يا ابونا، نعمل ايه؟ هم قربنا شويه قلت لهم هي ارتاحت المقدسه، قالوا المقدسه مين يا ابونا؟ ده اللي مات الشاب اللي جابك من امبارح من الشارع، اللي كان عاوز يتجوز، اللي ليه 5 6 شهور بيصلي ان سته تموت، هو اللي ايه هو اللي اخذ الفيزا، لانها ده رحله دانيه قريبه
ما تخافش، سيب امورك في ايد سيدك وقول له ما يحسن في عينيك، افعل وانا بين ايديك. واحد عجوز يقول له شد حيلك عم فلان، لا مؤاخذه احنا بحكم ان انا صعيدي وانتوا اغلبكم صعايده، استاذ مخي كل الناس هنا اغلبها صعايده والعامه مثل الصليب يعني، فلو باركونا القطر في حته معينه كده نلاقي القطر حصل هرج، امتى يحصل دوشه في القطر؟ لما نقرب عجيزه، تلاقي كل الناس تودي خلاص قربنا عجيزه، فعم فلان عامل ايه يا عم فلان؟ قال الحمد لله ها صحتك تم. قال لا يا ابني خلاص ده انا قربت على دخول الجيزه. يعني قربت ايه؟ قربت اوصل، قربت كده يعني بلم الشنط وكل واحد يلم عزاله، وعلى ايه؟ على المطار على طول. لم عزالك يا ستي، الرحله مش مضمونه، الرحله قريبه، قدمي لله ذبيحه حيه مرضيه. قدمت ايه من جسدك؟ قدمت ايه من بطنك؟ قدمت ايه من عينيكي؟ قدمت ايه من ايديكي؟ اللقمه اللي بتخش بقك شكلها ايه؟ الكلمه اللي بتطلع شكلها ايه؟ اللي بيخش من احشائك شكله ايه؟ اللي بيطلع من ضميرك شكله ايه؟ رحله دانيه مش مضمونه، قدموا لله ذبيحه مرضيه، قدموا من اجسادكم ذبيحه مرضيه. عشان كده عايز اقول لك النهارده رحله دانيه. واحنا طلبه وكلنا نفتكر كده واحنا تلامذه واحنا بنمتحن، كان المراقب يقف كده يقول ايه؟ فات من الزمن ربع ساعه، مش كده برضه ولا ايه؟ بعد شوية يقول ايه؟ فات من الزمن نص ساعة. لكن يجي وقت يقول ايه؟ باقي من الزمن. شوية كان يقول فات، لكن دلوقتي يقول ايه؟ انا عايز اقول لك باقي من الزمن قد ايه؟ ضامن اللي باقي؟ ضمناه؟ يا سيدي يا اللي مش ضامن، يا اللي مش عامل حساب الفضيحة، باقي من الزمن كام على الفضيحة؟ باقي من الزمن كام على دخول الملكوت؟ باقي من الزمن كام على دخولك السماء؟ كام باقي من العمر؟ أفنينا سنين بقية، إذا مضت سنون قليلة أسلك في طريق ولا إيه أعود منها. حاجة الرابعة، رحلة مصيرية لا أعود منها. يعني إيه لا أعود منها؟ يعني هتطلع هتنزل هتروح هناك ما انتش راجع تاني. يا أبتي إبراهيم ارسل لعازر، قال له يا حبيبي اللي يجي هنا ما يقدرش ايه يرجع تاني. يا أبتي إبراهيم خلاص، جاء العريس والمستعدات، عملوا ايه؟ دخلنا الى الايه؟ واغلق الباب. طالما اغلق الباب مين يقدر يطلع؟ اذكر حاجة كده جميلة، ولد جده مات والواد راح المدافن كده بحكم الاستطلاع في الجنازة، ولهم دخلوا الراجل وحطوا قفل كده يعني على التربة. فالواد بعد يومين ثلاثة بيسألوا بابا، قالوا نعم، قالوا انت قفلت على ابوك بالقفل ده، انت خايف لا يطلع تاني ويجي؟ قالوا لا يا ابني، ده اللي بيخش هناك ما يقدرش يطلع. قال له امال قفلت على ابوك ليه؟ ده انت وحش قوي. على فكره يا بابا، انت لما تموت انا هجيب لك قفل اكبر من ده واقفل عليك. اوعى تنسى ان ما تزرعه اياه رحله مصيريه. مصيريه يعني خلاص لابد ان تذوق الكاس مره. عجبني مره كان لينا خواجه يوناني بيدرسنا يوناني واحنا طلبه في الكليه. المهم مات البروفيستور وهو كان راجل يوناني، فروحنا الجنازه شلنا الصندوق، المهم دخلناه فلقينا ابونا الخواجه قال باردون، وقفوا صف، رحنا وقفنا صف كده بالعرض يعني كل واحد كتفه في كتف الثاني، وابونا وقف في اول الصف ومسك كوبايه زي دي وطلع من جيبه ازازه نبيت وراح مالي الكوبايه ايه؟ نبيت، وعطاها الاول واحد شرب شفطه وعطاها للي ايه؟ للتاني يشرب شفطه ويديها، تفضل كوبايه ايه؟ يبلوها لغايه ما كل واحد شرب ايه. وبعدين وقف ابونا قال عارفين ليه كده يا جماعه؟ لان اللي حصل ده لازم كل واحد مننا لازم ايه؟ لازم يدوقه، لازم تدوقه، لانها اذا مضت سنون كتيره قليله
اسلك في طريق ولا ايه ولا اعمل حساب للزمن. يا اللي مش عامله حساب للزمن بلاش تخافي من جوزك، بلاش تخافي من ناسك، خافي من ربنا، خافي من ظلمة القبر، خافي من وقوفك قدام الديان العادل، خاف من يوم الحساب. تعطي حساب عما تصنع به، مش بفلوسك، بالجسد. جسدك بيتصرف ازاي؟ جسدك يا ست بيتصرف ازاي؟ تعطي حساب عما صنعت في الجسد، ان كان خيرا فخيرا، وان كان شرا فشرا. الشيء الخامس والاخير، انها رحلة تتطلب اجراءات غاية من الاهمية. هي رحلة ولا مش رحلة؟ عايزين نسافر مش كده؟ لازم يكون معانا باسبور مش كده ولا ايه؟ وعشان يكون معانا باسبور لازم يكون معانا شهادة ميلاد، لازم يكون معانا شهادة حسن سير وسلوك فيش وتشبيه، لازم يكون معانا تذكرة، لازم يكون معانا خطاب دعوة. دي اجراءات صعبة طبعا، قلت لكم يعني الواحد فينا لما يسافر بره بالسهل كده يروح طالع على المطار ويقطع تذكرة زي الاتوبيس كده؟ لا، دي اجراءات غاية من الاهمية. شهادة ميلاد، هل لك شهادة ميلاد في المسيح؟ هل انت مولود من فوق؟ هل انت مولودة معاك شهادة ميلاد؟ اوعى تكون اتكتبت لك شهادة وفاة وانت عايشة، اوعى تكون ميتة بالحياة. ما ياما نصارى عايشين وميتين، ريحة الخطية معفنة، بيوتهم من التنة، افكارهم معفنة، بيوتهم كلها دود، الشيطان بياكل في بيوتهم ويشرب. خد بالك شهادة ميلاد، بس هقول لك كل مكان في الدنيا في شهادة ميلاد وشهادة وفاة، لكن اشكر ربنا حتى ان كانت كتب لك شهادة وفاة ابوك السماوي يديك شهادة ميلاد تاني. في دولة من الدول شهادة ميلاد جديدة بعد الوفاة، عندي يسوع فيه، ابني هذا كان ميتا فايه فعاش، شهادة وفاة جديدة. ليك شهادة ميلاد يا سيدي، ان كنت لا تولد من فوق، من لا يولد من الماء والروح لن يعاين، لن يدخل. يدخل فين؟ ملكوت الله. ليك رحلة، رحلة لها اجراءات غاية من الاهمية. اذ كنتم اموات بالخطايا احياكم، من اللي احياكم؟ يسوع، فيه كانت الايه؟ الحياة، والحياة كانت نور للناس. يا ريتك يكون معاك شهادة ميلاد. حاجة تانية، شهادة فيش وتشبيه، يعني ما تكونش سوابق، ما تكونش سوابق، ما حدش هيسمح، ما فيش دولة تسمح لك تروح وانت سوابق. يعني ايه؟ يلي ميت بالخطية، يلي عايشة بالخطية، في مزيل للخطايا اسمه دم يسوع المسيح ابنه. يعمل ايه يا جماعة؟ يطهر منين؟ يمسح كل معصية، كل الشبهات يطلعها لك، وتاخد فيش وتشبيه ايه؟ مكتوب عليه طاهر، مكتوب عليه لا شيء من الدينونة. الان على مين؟ على الذين هم في المسيح يسوع. عايز اقول لك حاجة تالتة، جواز سفر. جواز سفر يعني ايه؟ يعني وعد. لان لنا سماء جديدة وارض جديدة، مين لا يعيش فيها؟ يسكن فيها ايه؟ البر. لنا في المسيح جواز سفر، ده وعد ودعوة، في تذكرة. ايوه في تذكرة، بس انا مفلس مش فاكر لما نقوله سدات الدين عني، يحق لي اهتف واغني، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب. انا رايح فين؟ انا مسافر على السماء، معاي تذكرة سماوية مدفوعة الثمن، حيث اكون انا تكونون ايه؟ انتم ايضا. ليك مكان في المسيح في السماء. عايز اقول لك حاجة كمان اخيرة، خطاب الدعوة. امين هو الذي دعاكم الى مجده. ليك دعوة، بس هقول لك على حاجة، ما بعتهاش في البوسطة، ما بعتهاش مع حد، ده جه بنفسه عشان يوجه لحضرتك الايه؟ جا ولا ما جاش؟ قال تعالوا الي ولا ما قال شيء؟ قال تعالوا رسوا مع، ده قال قفوا على مطارق وادعوا العمي والعرج والعص، ادعالوا الى العرس. قال ولا ما قال شيء؟ امتى هتغمض عينيك وتغمض عينيكم؟ اذا مضت سنون قليلة اسلك في طريق ولا اعود منها. يا احبائي فلنفتح عيون قلوبنا الى هذه الرحلة، وليكن لنا انتباه ورجاء، وليكن لنا ثبات
ليكون مجد المسيح معلن في قلوبنا، لأنها رحلة حتمية، رحلة فردية، رحلة قريبة دانية، رحلة مصيرية، رحلة تتطلب إجراءات لها خطورة وأهمية. يعيننا الرب حتى نكمل هذه الرحلة بسلام، حتى نمضي إليها ونحن مستعدين إلى العرس، حاملين في أجسادنا سمات الرب يسوع أمين الذي دعانا إلى مجده الأبدي. يجعلنا مستحقين لتلك الرحلة بلا لوم ولا عيب. بركة أبونا الطوباء والبابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث، شريكه في الخدمة الرسولية أبونا المطران الطاهر الأنبا دوماديوس، يحفظ حياتي وحياتكم في المسيح، يقدسنا لمجده الأبدي، يكمل غربتنا في سلام، يعيننا على خلاص نفوسنا، حتى إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا للرب نحن، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. I pray.
blessed are you if you are prepared. Blessed are you if you are prepared. His heart is longing for you. Blessed are you if you are prepared. You're a part in Jesus Christ. You live among the rocks. Have no fear.
Christ avec ses doigts d'artiste.
My life is a melody played by the master's hand star. Sometimes a sorrowful tune, but always victorious one. For I am a prayer, and you are my salvation. In your name, my pleasure and my praise forever. To you I live and not my soul. May your face shine upon me and your peace dwells in me. Oh, my strength, I love you so. To you, O Lord, there is my prayer. You are my stronghold, my fortress, my salvation. To you only I belong. My life is a melody played by the master's hand star. Sometimes a sorrowful tune, but always victorious one. For I am a prayer, and you are my salvation. In your name my pleasure, and my praise forever. From the danger of the sea, you cared for me, you lifted me. Victory you gave me, oh my strength, I love you so. When the arrow struck towards me, when the evil surrounds, in your cross I found refuge. To you only I belong. My life is a melody played by the master's hand star.
Sometimes a sorrowful tune, but always victorious one, for I am a prayer, and you are my salvation. In your name my pleasure, and my praise forever. You, O Lord, had been among us when strangers rose against us. Right hand empowered us, O my strength, I love you so. As the deer for the water, my soul thirsts for you. You're my hope and my redeemer. To you only I belong. My life is a melody played by the master's hand star. Sometimes a sorrowful tune, but always victorious one, for I am a prayer, and you are my salvation. In your name, my pleasure and my praise forever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let's read a small passage from Luke chapter 16, verse 19. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to them, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. And glory be to God forever and ever. Amen. As we're gathered here to remember Tant and remember all that she has done and all in her lifetime, it's important to think to ourselves, as anyone passes, we come and think to ourselves, the common question, all times, what is the point of this life? Death has a very strange way of being the greatest sermon that we ever hear. Right? I mean, the purpose of the sermon is to give you a word from God, so that you may evaluate your own life, search within yourself, and respond back to God. But death, in and of itself,
is the greatest sermon. We have seen how death spoke to Father Paul, to St. Paul the Hermit, when he was bickering with his brother over money, and then he saw how a dead man passed and took nothing with him, and this was the greatest sermon. We want to look back and say to ourselves, what is the purpose of our life? What is the purpose of our life? And what do we leave behind? We see here, the purpose of our life, of course, is to love God and to love one another and to live in this love and this righteousness and love at all times. But we want to look back and say, how do we approach that? We are aware that this is the case, but how do we approach those who have passed? We know that we have come to life at a certain point in time. All of us have come to life. So it's natural that we at some point are going to leave. Are we going to come out of life? It's nothing new, but it is a difficult time because, of course, because of our unity, because of our love, we miss each other. Of course, if there was no love, no one would weep. But of course, because there is love, there is weeping, there is sadness because we miss each other. But looking forward and trying to console ourselves, we first need to know and acknowledge and remember that, as we say, this is not a death, but a departure. It is a passing on. And one thing I would like to highlight, oftentimes, a big part of our distress in our own lives, in our own understanding of death, is because we don't understand life. If we believe that life is life, what we live here, then we're fooling ourselves. We see when the Lord Christ went to raise Lazarus, he told him, I will raise from the dead. He said, I will give you life and a life more abundantly. If he's telling us there is life and this is not life, then what is life? What are we living? Are we living in death? In a sense, we are. Because we were never meant to live in this way originally. This was a consequence of our fall. So we were meant for greater things. And this life on earth is just but a small passageway, a small chance for us to return and become a passageway into eternal life. So when we enter into liturgy, when we come and attend liturgy, we need to understand what we're doing. When we come and partake of liturgy, we are united with the heavenly and the earthly. Liturgy is not what we think, is that we come into a building that is on earth, and we partake of the body of Christ. This is not church, this is not liturgy. When we enter the church, we are in a different time zone, right? God is timeless. When we enter liturgy, there is a different kind of environment. We have the pictures of the saints here for a reason, and the priest goes around and incenses them and greets them. Why? Why do we remember those who passed in the liturgy? Because when we partake, when we are around the Lord Jesus Christ, when we are partake of Him, He is the one who gave us life. He is the source of all life. So when we partake of Christ and are united with Him, at the same time we are united with each other. Each other here in church, we're united with those who are the believers in Staten Island, we are united with the believers in Egypt. We are united with Adam and the saints. We are united with the last human being that will live on this earth. There is a deep unity. That's why there's a very strong message to greet one another and to be reconciled with one another before you can be reconciled with God. Because we are not worthy to partake of the Lord if we are not in communion with each other. And this is why we remember the dead, because there is no death. We have heard how oftentimes there is a miracle where a person may see during the commemoration of the saints. We've heard a few stories that they see the saints appear on the altar. This is not a special miracle that they came just for this person. They were always coming, they're always present, but the miracle is that the person's eyes were opened and they saw the reality is that during liturgy we are all united. So we need to remember those who have passed, if we wish to be in communion with them, if we wish to be united with them, the only unity we can have with them is unity in Christ. That fulfills its complete manifestation in the Eucharist.
Now, in understanding this, how do we grieve or how do we move forward from the passing of such a loved one? Oftentimes, we hear the priest say in the liturgy when he comes to remember the dead, he says, "Remember them, O Lord." Why do we say remember them? We should think for a bit. Why do we say remember? I'll share with you another thought. In the Eastern Church, when someone passes part of their liturgical rite, in the funeral, at the end of the funeral, they say, the people respond, "Memory eternal." Memory. So we say, "Remember them, O Lord." And then they say, "Memory eternal." What memory? We're not saying that each one of us remember. No, we could forget. People forget. We're saying, may God remember them. Like we say here, "Remember them, O Lord." If we think the Lord created all of the world, all of creation, with what? With a word, with a thought. So for the Lord to remember someone, he is alive. All that is alive is what is united to God. So when we say remember them, O Lord, this is what we mean when we say remember them, O Lord, or keep them in their memory. It's something active. So when we come here and we say, we confess your resurrection and ascension, we remember you, Lord. He says, do this in remembrance of me. What is the Lord saying when he says remembrance of me? Just to remember me? No. Remembrance is living. So if we want God to, if we ask God to remember someone, we are aware that they are living. They are alive. And when we remember the Lord Christ, we are living and participating in his life. And this is where I want to move on to, how do we, if we love someone, what do we do? How do we remember them? Because as we said, we are aware all of us pass. We're all going to pass at some point. But what is the best thing we can do? So the Lord Christ, after he passed, and he said, you will break this body in blood and you will do this in remembrance of me. What does he want from us? What does the Lord Christ want from us after his death? He wants us to remember him. But like I said, remembrance or memory is not a mere recollection. It would be useless. How many people here remember? We can see Satan, he himself, Satan, knows who God is, knows that God was incarnate, knows that he became man, he was crucified and resurrected. So Satan, in a sense, has this entire memory. He didn't forget, or else he wouldn't be fighting us, right? He is aware, he remembers. But, the word remembrance, when we mean in the church, is living, it's strong. When I say, when the Lord Christ says, do this in remembrance of me, he means participate in my life, live with me, and follow me. The Lord says, be holy for I am holy. He says, be perfect like your Father is perfect. Right? So, if we desire to remember our loved ones who passed, if we desire to remember Tant, we need to remember her not with a recollection, but with the true meaning of remembrance in the church's understanding. So how do we remember those who have passed? How do we remember them the right way? I'll share with you something very simple after I read. The rich man and Lazarus. The rich man cared about his siblings. And he said, could you go tell them to live righteously? I don't want them to come where I am. So even though this brother was in Hades, he still cared for his siblings. We ask ourselves, Tant is in a very good place. She's very happy. If you told her to come back, she would say, no, I'm going to wait for you to come to me. Right? So how do we remember her the right way? What would she ask of us? She would ask of us to do what is right, to live righteously with the Lord so that we may what? Be with her in the last day. Who on this earth would not be saddened if a very close friend or family member is not living with them eternity? Who can bear to live with this feeling or this knowledge that a loved one will not be in heaven? It's very difficult. So
all that they want of us, all of those who have passed and are living, who are now really living with God, all they want of us is to come to them. And the way to come to them, if we want to remember them, we want to participate in their life, is we have to remember what? Their legacy. Right? We have to remember their legacy. Oftentimes you will see a person who, like, I'll give the example of Amba Abraham Uskuf al-Fayyum, right? He was known as the friend of the poor. What was his legacy that people remember him by? Is that he was always giving to the needy. So the same we have to ask each one of our loved ones who are now in the bosom of our fathers, who are now in the bosom of Christ. If we wish to remember them the right way, we need to learn and imitate them in the good that they did. If they have been extra loving, we need to live our life from this point forward in memory of them, in love. If they have been extra kind, we need to live their kindness. If you wish that their legacy lives on, it lives on in each one of us. Same thing as what the Lord said, do this in remembrance of me. Learn from me and live, participate in my life and live this way. If we wish to have Teta's remembrance, truly be a real Christian remembrance, we must take all that was good in her, take all that is good in her and imitate it, live it. And then we will be saying we remember them. Their memory is alive and active in us. Just like the Lord Christ entrusted to each one of us His Holy Spirit. And He said, do this in remembrance of me. And He expects us to live His life. To live life the way He desired us, the way He showed us to live. And this is the thing that will most rejoice Teta's heart. Nothing will rejoice her heart more than this. But to live her legacy, right? To live her memory, because memory is something living, it's active. It's not the wrong understanding of what we know. May the Lord grant you all comfort of heart and peace of mind. And may truly, we know that the Lord will always remember her, which means she is living and she's living in Him. But the big thing is, may we always remember her the same way, that we live the goodness in her life, so that at the last day, when it is time for us to go, we will all be united in the Lord Christ with each other, and glory be to God forever and ever. Amen. No, don't leave me alone, O my faithful shepherd. Guide me, dear Master, and be unto me a helper. I am, O Lord, without you, nothing at all. I am, O Lord, without you, nothing at all. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. And don't leave me alone in the midst of this darkness. Let your bright face guide me, O Lord, unto peace. I am, O Lord, without you, nothing at all. I am, O Lord, without you, nothing at all.
So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. And don't leave me alone, but hear my prayers and be there for me, Lord, for the rest of my life. I am, O Lord, without you nothing at all. I am, O Lord, without you nothing at all. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. And don't leave me alone because of my sins, but forgive me, O Lord, and accept my repentance. I am, O Lord, without you nothing at all. I am, O Lord, without you nothing at all. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. No, don't leave me alone in the midst of this world, but come quickly, O Lord, and take me to heaven. I am, O Lord, without you nothing at all. I am, O Lord, without you nothing at all. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. So take my right hand, O Lord, and guide me in your way forever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, amen.
We'll read a psalm of Moses, the prophet, Psalm 90, verse 12. It reads, "So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. I mentioned this earlier when I went to the house on Friday. We ask God to teach us to number our days. Why? Because our story is very comparative to, or our life, I should say, is very comparative to a story. We know when the story starts, but we don't know when the story ends. And I don't know what the story is going to look like until every day I experience something new. And throughout my life, I ask God to give me wisdom so that I can actually offer Him something from what He has given me. I can give Him something the day that I need to give Him something from what He has given me. Give me wisdom so that I can actually give you something back. And help me number my days. Why number my days? Because say I know when I'm going to go. Say God has given me wisdom and I know when I'm going to go. I can live my entire life in sin, and then I come at the end and I say, well, He's going to forgive me anyway. That's not what God wants us or how God wants us to live. On the contrary. He wants us, it says, let us number our days. Why? Every single day is worth something. Every single day, I should be doing something that's going to get me closer. And if I haven't, let me remove it from my days. Taban, you can see this specifically in my aunt's life. Every day she was given blessings. Every day, obviously, she took care of her grandchildren. She took care of her family. And our job is to do the same with anyone. Do good to anyone. Give righteousness to everyone. Number your days as if they're your last. Today is my last day. What am I going to do? What am I going to answer? If today I woke up and tomorrow I'm not going to wake up, what did I do differently? What's, give me wisdom, Lord, so that I may learn that. And once I learn that, I can live my life according to the way You want me to live. On Saturday, there was the parable of the steward. And how our Lord Jesus Christ says that there was a master, and this master had a steward, and the steward worked for him, but so he was very bad. The steward was very bad. And then he tells him, I know that you're bad, so come and give me dinu kaltak. Come and give me your stewardship. What did he do? أول حاجة أقول لك فكر. He started thinking, what am I going to do? What do I need to do right now to save myself? There's something very interesting about this. Tabinta, you were bad your entire life. And you were taking more than what you were supposed to be giving. Did you not save anything from that? Did you not take anything for yourself? You didn't leave one good thing? But you didn't give one good thing that stood with you this whole time? For what did he do? He started going around to the debtors and took all of the debt and said, write this, write that, write this. يقول لك مدحو. Why مدحو? Because he's finally started thinking. He finally started asking God to give him wisdom. What am I going to do now? How am I going to act? And then at the end it comes and he says, okay, now that I'm iddini wakaltak, now I need to ask from you this. And what did he give him? That's right. And he said, because you have dealt shrewdly, I'm going to do this. Because you have dealt this way, because of your wisdom, I'm going to do this, this, and that. God has given me التمني بحاجة. ربنا التمني بحاجة. اداني حاجة that eventually أنا لازم أديها له. اللي هي إيه؟ نفسي. واحد ما يملكش نفسه. خالص. في الآخر هيجي يسألني, what are you? اديني حاجة. اديني what is owed to me. هنقول له إيه؟ And only, Rabbi, I spent so many days, I didn't do this, and I didn't do that, and I didn't do this. بس معلش. يعني أنت, you're merciful, God.
Unfortunately, برضو St. Paul says, ما نستهونش بالمرسي, ما نستهونش برحمة ربنا. Don't be careless or take advantage of God's mercy. And that's one of the most dangerous things somebody can live. And this teaches us a lesson throughout our life. We truly believe, طبعاً, I'm not here to talk about life or death because Orthodoxy, as Christians, we don't believe in death. There's no such thing. Our God is the God of living, so we truly believe that she is living. And everyone that died away and everyone that passed away is living. But the idea behind all of this is, while I have my chance on earth, what am I doing? What am I doing with my chance? What am I offering God with this chance that I have? If you recall the story, Al-Ghani wa Al-Azab, the rich man and Lazarus. The rich man says what? Give me a couple of more days, let me go back so that I can tell my brothers. Give me another chance. That's it. There is no other chance. There's going to come a point in our life where khalas, we don't have another chance. Our chance is now. I don't take advantage of this chance. I don't use this chance to my benefit. I lose. And I lose what? I lose my eternity. I lose my eternal life for some things I may have gained in the world. Some things that I may have enjoyed in the world, which is great. Enjoying stuff and being happy, all of that is amazing. But there's something very interesting in the verse that says, do all in the Lord. Yani, enjoy, do whatever you want in the Lord. That is our calling. That, as Christians, is what we're asked to do. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Why the heart? Why the heart? In Philippians 4, it says, be anxious for nothing, and God will give you peace for your heart and your mind. The heart to guard me from sinning. The heart to guard me from sinning. Give me wisdom so that I can stop sinning, so that I can stop living a life that's not worthy of being called your son or your daughter. And clear my mind or rescue or protect my mind. Why? So that I don't lose it. I don't go crazy. Let me offer you something that's going to be acceptable to you. Truly, when we start thinking about numbering our days every single day, we should thank God that today I woke up and I'm here with you. And we ask God to guard us, cover us, and protect us. Why cover? When we say the Thanksgiving prayer. For he has guarded us, protected us, covered us. Covered us from what? الحاجات اللي ممكن فعضتنا and all that good stuff in Thanksgiving prayer. Because there's certain things that can happen to us that I'm not aware of. And God is covering me from these things. He's literally taking this stuff that could harm me, and he's protecting me. He's literally pulling a halo around me, and he's guarding me. If I number my days every single day as if truly it's my last, that halo will continuously be around me. Or I should say, I don't even need the halo. I'm truly living in Christ, and he's living in me. There's no reason for the halo. I'm ready. Nobody's ready, but I at least have a relationship with him. We thank God that he gives us every day an opportunity to praise him, to experience him, to feel him in our lives, to see that he truly is amazing and that he did so much for me, and the least that I can do to repay him back is at least learn from this shrewd steward that we were looking at the other day. Take something from this life, please. Take something or two things from this life with you. And if it's you were very kind to people, great. If it is you never judged people, great. If it is whatever it is, the one or two things that you have done, but you've done it perfectly, great. There's once this story about this person, this priest, this newly ordained priest. They told him to give a sermon. And he went and he gave a sermon on the Sermon on the Mount. And then the next week, he's like, okay, Abuna,
give another sermon. He said, okay, Sermon on the Mount. The third week, Sermon on the Mount. Fourth week, Sermon on the Mount. The old Sermon on the Mount for like 2 months. فمرة واحد كده مسكوني, he's like, Abuna, what's going on? And do you know anything else besides the Sermon on the Mount? And his response was amazing. He said, I'm not only speaking the Sermon on the Mount, but my entire life I've been trying to live and experience this, and I haven't. I can't move on in any part of the Bible until I make sure that this is actually something that I'm doing in my life. For there's nothing else that I can learn. If I learn this, I learn everything. The Sermon on the Mount is considered the Ten Commandments of the New Testament. It's considered the Bible of the New Testament. It shows you that if you can take certain things with you when you go to heaven, that's really what's asked. Truly, then you can meet God with a good conscience and tell Him, Lord, You have given me 2 talents to invest. Here it is. At least let me give You back 2 or 3 more talents that You have given me. That's all He's asking for. And truly, when we look at Moses' his psalm here, if we do number our days as if they're our last, that is true wisdom. Because I will live every day righteous, and I will do everything it takes to live this day as if it's my last. To Him be the glory forever and ever. Amen.
Sabrina, the granddaughter of our beloved lady, she was passed away. She wanted to express her love towards her grandma. Come, Sabrina. God bless you. First off, I would like to thank everyone who came tonight in honor of my beloved Teta. She was the most loving wife, mother, and grandmother. To highlight this, I reached out to my cousins in Egypt and asked them, what are three words to describe Teta? Their responses were many, but here are a few. She was compassionate. She was generous. She was selfless. She was thoughtful. She was nurturing. And most of all, she was loving. I personally grew close with Teta. Everybody knew that we were best friends. Ever since I was little, she fed me my favorite meal, chicken cutlets. She tucked me to bed, woke me up for school, always took my side in any situation. It was always us against the world. Nothing would ever separate us. But I wasn't the only one that felt this way. She used to give everyone the most comforting advice, whether she knew you or not. She wanted to help people more than she wanted to help herself. As my grandmother got older, her eyesight got weaker and weaker, but she was far from blind. She had a way of knowing exactly how I was feeling without me ever needing to say a word. She was my go-to person for advice and comfort and protection. She was my everything. There's nothing I could say to fully describe to you what she meant to me and to fully justify what she was to my family. And if I stood here and talked about all the things she taught me, we would be here forever. Though I will miss seeing her and hearing her voice, I will always remember her telling me to never leave God's side in times of worries and in times of happiness, and to always put all my trust in him no matter what I'm doing. Dita's whole life was an example of just that. She put everything she had in God's hands and fully dedicated her life to him. Even as her physical health weakened, she found all her comfort in God and the word of the Holy Spirit, memorizing all the Psalms and reciting them unceasingly. I wish I can grow up to be a fraction of the selfless woman she was. And though she won't physically be with me anymore, she is at peace in heaven where she belongs, praying for us all. Thank you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. We can read a small verse from the book of Revelation, chapter 14, from verse 13 and 14. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead who die in the Lord from now and on. Yes, say the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. In Arabic, وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أثابهم وأعمالهم تتبعهم. ذكرى طيبة نودع هذه الأم أو الجراندما، نودعها بهذه الروح الحلوة. قد إيه قلوبنا كده متهللة بالروح
حينما سمعنا الكلمات الحلوة تعتبر يعني من أبنائها أو من تعتبر جراند ما ذم أبونا بيتر كلمة حلوة good word أبونا جريج express how much can we be ready because we the Lord will ask us sometime هيقول لنا اعطي حساب وكلتك. نشكر ربنا ان نعمة ربنا بتعمل في القلوب ونشكر ربنا ان كلمة الله تعمل في كل نفس في هذه الكنيسة المباركة التي الذي يعمل فيها الروح القدس ونشكر الله. إن كنا نتذكر هذه الراحلة المحبة الوديعة الهادئة نبص ليها في ثلاث أجيال. When we remember the soul which went to heaven, we must think about three generations. First generation, her generation. She grew in the love of the Lord. And her home is blessed by the Lord. Then God gave her a daughter or sons. They raised them in the word of the Lord. This is the second generation. And the third generation, it is different. They came here. They left Egypt and came here. They are born here and raised here. But thank the Lord, the love of the Lord, which this good woman gave to her daughter. Daughter, the daughter gave it to her daughters also. That is why the grace of God is usually doing in everywhere. When she passed away, really, as the Lord said here in the book of the Revelation, blessed are the dead who die in the Lord from now and on. This lady died in the Lord. She had face, we saw her very calm, very peaceful. Don't say anything, come to the church. I remember last week she came here in the church. After that she went to the hospital, and then from the hospital she went to heaven. I remember her, how she is very decent, is very calm. I know that her grandchildren love her too much. Why? Because the love in her heart, the daughters or anyone feel about them. And I think you hear now what her granddaughter expressed the love in her heart towards her. She said a good word. God was with her. And we are very happy that from generation to generation, the word of God is growing. And this gave us to think about our life, what we did to the next generation. You are very responsible. Did you give your children the Lord? Really, we must take care of our children, take care of them for everything. But the important thing, did you raise them in the love of the Lord? Did you raise them how to deal with each other in love and how the Holy Spirit in their heart can lead them in this life? This is a very important point. We remember this lady that she did everything. We thank the Lord. She went to heaven. And as here the
St. John said, because, say the Spirit, that they may rest from their labors. يَسْتَرِحُونَ مِنْ أَتْعَابِهِمْ. الحمد لله تعبت شوية ودخلت المستشفى والعملية نجحت زي ما سمعت، وقلت لها الممرضة كويسة وكل حاجة، وبعدين انتقلت استراحت من أتعاب هذا العالم. وطبعا اللي بيحبوا ربنا ما يخلوش يتعب في هذا العالم. أعتقد أنها كان لها رغبة أنها تنطلق، عشان كده ربنا اداها سؤل قلبها لكي لا تتعب ولا تتعب أحد. ومن محبة ربنا أن ربنا يختار هذه النفوس بدون تعب تبقى عطية ونعمة من ربنا. Die in the Lord from now and on. Yes, say the Spirit that they may rest from their labors and their works follow them. أعمالهم تتبعهم. زي ما قال أبونا جريجوري في يوم من الأيام هنتسأل فين الأعمال اللي تتبعنا. يعني ربنا بيذكرنا بنماذج حلوة كانت عايشة معنا، جايين نعزي ومشاعر حلوة نشكر ربنا احنا كأعضاء في جسد المسيح الواحد بنهتم ببعضينا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. نعمة حلوة ان احنا نشارك بعض، لأنه إذا شاركنا بعض في الأتعاب تقاسمت وانتهت، وإذا شاركنا بعض في الأفراح ازدادت أيضا وفرح الجميع. وهذا هو عمل الروح القدس فينا، أننا لا ننسى إخوتنا ولكن نقدم لهم، نشترك معهم في الأفراح ونشترك معهم في الضيقات، واحنا ما نعملش حاجة، احنا نقدم لهم كلمة الله فتتعزى قلوبهم. وما اجمل ان احنا نجتمع في الكنيسة ونقول تراتيل ونتذكر كلمة الله ونسمع لكلمة الله، فهي التي تعزينا وتعطينا رجاء. ولما نشوف كده اخوتنا اللي كانوا عايشين معانا في الايمان وانتقلوا، ده يبقى دافع لينا نقول له يا رب أعطينا أن نكون مستعدين، زي ما قال أبونا جريجوري نكون مستعدين حتى إذا ناديتنا. نحن لا نعلم يا رب متى ستنتهي هذه الغربة، ولكن نعلم شيئا واحدا، أنه لا بد أن نترك هذا العالم. فما هي الأعمال التي تتبعنا؟ نشكر ربنا هؤلاء الذين ينتقلون من قبلنا بيذكرونا إحنا، ودي خدمة كبيرة بيعملوها فينا. انتقلوا لكن بيقولوا لنا إحنا سبقناكم وانتوا جايين ورانا، ماذا فعلت من أجل حياتك الأبدية؟ ماذا قدمت من أعمال؟ هنا بيقول أعمالهم يستريحوا من أتعابهم، أتعاب هذا العالم، والعالم لا يعطي أي راحة، ولكن الإنسان المؤمن يتقبل كل الأتعاب بصبر وبشكر، يستريح من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. احنا بنشكر ربنا اللي بيذكرنا بأحبائنا الذين سبقونا، هم الوقت جايين نتذكر هذه النفس التي عاشت مع الله والتي قدمت لأسرتها كل حب وكل ما تستطيع أن تقدمه قدمتها لهم. إيه الأعمال يا ترى؟ ماذا عملت؟ إيه اللي هيسبقني هناك؟ هل لك رصيد في السماء؟ ربما نهتم برصيدنا الأرضي في البنوك وما نمتلك في هذا العالم ونسعى، والبلد دي كل ما تسعى فيها كل ما يزداد إيرادك، كل ما تزيد الدولارات، لكن ماذا فعلت في السماء؟ هل لك رصيد في السماء؟ هل هناك أعمال تشفع لي
حينما أترك هذا العالم؟ هل أنا فعلا مسلم حياتي للمسيح وأحيا مع الله وأعيش مع الله؟ هذه هي الرسالة التي يقدمها لنا كل نفس تسبقنا إلى العالم الآتي. نحن نتذكرها في هذه الليلة ونقول لها أن ربنا أحبك وما تعبكيش كتير، حتى في الأتعاب اللي انت تعبت فيها كنت شاكرة الله. طبعا وقفت بجانب زوجك الذي عانى كثيرا وكان هو أيضا صابرا في كل شيء، وأنت اختارك الله. نطلب من الله أن يعطيك سؤل قلبك ويعطيك راحة في هذا المكان. أما أسرتك التي تركتيها فنحن نثق أن ما قدمتيه من تعليم ومن قدوة ومن حب هو الذي سيثبتهم في الإيمان ويعطيهم أن يواصلوا حياتك التي هي حياة ممتلئة بنعمة الله، لأنك تركت فيهم أثرا كبيرا. طوباكِ أيتها السيدة التي رحلت عنا، أنت هناك في مكان الراحة، صلي من أجل هؤلاء الذين أحببتيهم، صلي من أجلنا جميعا، وربنا قادر أن يعطينا نعمة حتى نكمل أيام هذه الغربة بسلام وننطلق هناك إلى السماء حيث لا وجع ولا مرض ولا جوع ولا تنهد، ولكن فرح دائما مع الرب يسوع. ونقول دائما مع معلمنا بولس الرسول الذي قال والذي لا زال يقول لنا جميعا: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فهذا أفضل جدا. هل لك اشتهاء أن تنطلق؟ هل لك اشتهاء؟ هل أنت مستعد؟ هذه الرسالة توجهها لنا هذه السيدة الفاضلة التي رحلت عنا، لكي ما نتذكر ونعمل من أجل حياتنا الأبدية. باسم الآباء الكهنة أشكرهم جميعا، أشكر أبونا بيتر، أبونا جريج، بدول طبعا من أولادنا في الكنيسة هنا. قد أنا كنت فرحان وأنا بسمع كلمتهم وتأملتهم، وصليت كده لربنا قلت يا رب احفظهم في محبتك، أعطيهم دائما نعمة الروح القدس لكي ما يتكلموا بقوة، وتكون أنت معهم مرشدا لكي يكونوا سبب بركة وخلاص لنفوس كثيرة. وجميع الآباء الكهنة هم يعني بركة كبيرة لينا وبركة للكنيسة. نشكر الله على كل شيء، وأيضا نشكرهم، نشكر جميع الآباء الكهنة، وبنشكركم جميعا يا من جئتم في هذه الليلة لكي ما تشتركوا مع الأسرة. وطبعا الأسرة قد إيه هي متعزية لما بتشوفكم، ودي نعمة كبيرة، علامة من علامات الوفاء والحب زي ما قلت. وربنا يعوضكم خير ويعطينا دائما أن نكون لنا حياة الاستعداد وحياة الشركة مع الله. ولإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. أليس نماس وسوس بطير وانتقراطور فنجيات رياس، أليس نماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات،
Concerning every condition and in every condition, for you have covered us, helped us, supported us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامات إن مع خوفك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه النفس عن وعد هذه الكنيسة المقدسة نيذ إصدان ابن من يأتر نبرصان يمعونا جين صقبت كم برشيشينا إيهومي يجن إيهو نمني اتشاليت نمجنتي قمتر سنتبي جاجي شليل
flogete. Again, it has got the band to Creator, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, who has created goodness, O lover of mankind. Remember all the soldiers, servants of fallen asleep, our fathers and our brethren. Graciously accord the Lord the repose of souls in the bosom of the Holy Fathers Abraham, Isaac, and Jacob. Sustain them in the green pasture by the water of rest in the paradise of joy, the place out of which grief, sorrow, and groaning have fled away in the light of your saints. Raise their bodies also on the day which you have appointed according to your true promises which are without lie. Grant them the good things of your promises, that which an eye has not seen, nor an ear heard, neither have come upon the heart of man. The things which you, O God, have prepared for those that love your holy name. For there is no death for your servants but a departure. Even if any negligence or heedlessness has overtaken them, as men since they were clothed in flesh and dwelt in this world. O God, as a good one and a lover of mankind, graciously accord, O Lord, your servants, the Orthodox Christian who are in the whole world, from east to west, and from north to the south, each one according to his name, and each one according to her name. O Lord, repose and forgive them, for no one is pure and without blemish, even though his life on earth is a single day. As for those, O Lord, whose souls you have taken, repose them, and may they be worthy of the kingdom of the heavens. As for us all, grant us our Christian perfection that would be pleasing unto you, and give them and us a share and inheritance with all your saints. لتختم علينا بالبركة يا رب، ولنستودعك هذه النفس التي رحلت عنا، لتعطيها يا رب أن تكون في راحة هناك في هذا المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، في نور قديسيك. هكذا يا رب أعطيتنا أمثلة في الإيمان، لتعطينا يا رب أن نكون سالكين حسب ما تريده منا، نحيا في هذا العالم في حياة الشركة، حياة الاستعداد، لأننا لا نعرف متى ستنادينا
وتنتهي أعمار قربتنا، لتعطينا يا رب حياة الاستعداد الكامل. طالبين أيضا يا رب من أجل كل أحبائها الذين تركتهم، أنت وحدك الذي تلمس قلوبهم بنعمة روحك القدوس وتملأ قلوبهم عزاء وسلاما ونعيما. لا نريد تعزية بشرية، ولكنك أنت يا رب الذي تلمس قلوبنا جميعا، فنحيا دائما في حياة الإيمان مسلمين لك كل أمر، قائلين لك في كل حين لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك في كل حين، ولتصرفنا يا رب ونحن محملين ببركاتك، واسمعنا يا ربنا في شفاعات قديسيك حينما ننادي قائلين بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بكرة إن شاء الله الجنازة الساعة 11، وربنا قادر أن يعطي جميع أفراد الأسرة تعزيات الروح القدس. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم، آمين. العائلة تتفضل بره جنب الباب عشان يتاخدوا العزاء. تفضل يا تفضل، العائلة تروح هناك، تفضلوا برا عشان نتسلموا عليكم. تفضل يا ماما، تفضل يا حبيبي، يلا يا ماما معهم مع الباب. ايش بصورة حلوة مجيدة.
Thank you.
يوحنا
ادخلني للأرض.